الزمالك فتح باب التبرعات لسد الأزمة المالية، هل أنت مؤيد قرار التبرع لنادي الزمالك أم لا؟ لا وانا مش مؤيده علشان شايفه نادي كبير فاهم، فمينفعش يفتح باب التبرعات للجماهير وكده يعني. لا لا ضد التبرع، الشيء ده بيخليه يعني ينزل من مستواه وسمعته، نادي عميق زي هذا المفروض يعني مستوى، المفروض يعني شيء مش حلوه ما يلموا تبرعات ليه او شيء يعني. صراحه لا، ان هو نادي كبير ومحترم بيقلل من قيمه النادي، ان هي ده نادي كبير وعريق يعني مش محتاج متبرعات من حد، بالعكس ده هو المفروض يتبرع للناس. لا 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 بصراحه انا ضد القرار ده طبعا، اللعيبه بتاخد ملايين، انا بعيد عن مثلا اهلاوي وزملكاوي، بس في ناس اولى من يعني اللعيبه بتاخد ملايين 20 و50 مليون، في ناس اولى بصراحه من ان انت تتبرع بده، فانا شايف بصراحه مش مع القرار ده يعني. انا مع تبرع لنادي الزمالك لان الجماهير الحقيقيه هي اللي بتدعم ناديها بوقت المحنه، ودي وقت صعب على نادي الزمالك والجماهير لازم تساعده. في ظل اللي حاصل ده في نادي الزمالك، ده اول مره يحصل من تقريبا من ساعه تاسيس نادي الزمالك، تمام؟ فدي في حد ذاتها مشكله كبيره، وانا طبعا ضد اللي هو يحصل ده، هيحصل ذبذبه في مستوى اللاعبين وفي الاداره وفي كله ده، تمام؟ فالمفروض يكون في تطور في رئاسه نادي الزمالك، لان كده طبعا مش هينفع يعني. ده اول مره اصلا يبان في نادي الزمالك، واول مره اشوفه في الكره المصريه عامه، ان نادي مثلا يبقى معتمد على ايجارات المحلات عنده في السور مثلا، بيبقى مستني منه الايجارات بتاعت اللي هي يسد منها للعيبه، فده في حد ذاته مشكله يعني لازم تتحل. المفروض المشاكل دي بقى تحل جوه النادي نفسه فاهمني، انما ما ينفعش تفتح باب تبرعات من بره وكده يعني، انت جوه النادي تحل مشاكلك زي ما الاهلي كان بيعمل. انت شايف ان الازمه دي هتاثر على مستوى اللعيبه في الدوري؟ الزمالك هتاثر عليه كل اللعيبه طبعا بتتمرد، عندك مثلا نجم الفريق بتاعهم المفروض يعني طارق حامد اللي هو مخلص يعني عايز يمشي، وفي ناس كتير عايزه تمشي. هي ممكن تاثر بعد كده لما يجي لعيبه تجدد العقد بتاعها فاهم، زي اللي حصل مع ميسي مثلا، ما كانش فيه كان في ازمه ماليه فاهم، فاضطر يمشي. ما اعتقدش يعني، ما اعتقدش، عشان اللعيبه المفروض يبقى عندهم انتماء فاهم، زي لعيبه الاهلي كان في لعيبه كتير ما بتلعبش لفلوس، زي قفشه برده لعب فتره من غير فلوس وناس كتيره فاهم، وما اثرش مستواه على النادي. اللعيبه لو فعلا ولاد النادي فعلا هيقدروا حاجه زي دي وهيستحملوا النادي. مش عارف هتاثر ولا لا، بس اي ازمه ماليه باي نادي هتاثر على النادي، بس بحاله الزمالك مش عارف والله، مجلس الاداره ادرى يعني.